حاجات كتير قوي، فيا ريت خلاص ننسى هذا الموضوع ومباراة لان الاهلي تعود انه خلاص اي بطوله او اي مباراه بتنتهي بيقفل الملف ده ويبدا يشتغل على اللي جاي مباشره. ارجو ان ما يكونش في تصفيه حسابات، ما يعرفش اصله ايه، لجنه الكره محتاجه لايه كذا، ومش عارف اللي مش عارف اللعيبه دي، في لعيب لازم يمشي. النهارده قريت قال لك واحد عندنا بعد 3-4 لعيبه لازم يمشوا، كان ده لا يصح. اللعيبه دي موجوده وبتلعب بقى لها سنوات طويله وعندها قادره على انها ترفع مستواها مع الوقت. حضرتك مش عايز هنا ردود افعال انفعاليه، مش عايز ردود افعال مجرد انها يعني النتيجه او النتيجه كانت صادمه يبقى ناخد ردود افعال، بس اعتقد دي مش طريقه شغل الاهلي. طريقه شغل الاهلي دايما فيها تروي، ما فيش طبعا، بس في ناس تحليل صحيح للامور، في ناس بتثير هذه الامور في بعض المواقع او في بعض بيبقى في راي عام بيطالب بيها. وفي داخل النادي النهارده واحد كان بيعمل يتكلم يقول والله هتغير الفرقه، غير فرقه مين يعني؟ لازم النادي الاهلي يعني يعيد مستوى مره اخرى بدون ان يكون هناك خسائر في اللاعبين وكده، واللاعب بعد كده لازم يراجع نفسه ويشوف ايه القصور اللي موجود وليه حصل كده. يعني لازم كل اللاعب ازاي ما تعرضش لدروب زي ده مره تانية. لو غاب عني لاعب او اثنين او ثلاثه مؤثرين، ازاي يبقى عندي الذخيره من اللاعبين اللي تخليني واقف على رجلي وبنفس المستوى، خصوصا البدائل. البدائل على نفس المستوى اللي فيه المهم البدائل اللي عندنا فيها، يعني البدائل يعني ينقصها تقريبا مشاركات الكتيره، برغم ان عندك مباريات كتيره جدا كان يجب على بعض اللاعبين يشاركوا بصفه مستمره عشان لما يحصل يعني لاعب ما يبقاش مهزوز في مباراه، ما يبقاش كمان غير لائق بدنيا او ذهنيا، لانه الحقيقه مباريات صعبه زي دي يعني كنت محتاج للعيبه على الاقل يعني موجوده بتلعب 3-4 ماتشات قبل كده.